السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أيها الأحبة الكرام. يقولون عن نموذج التدريس أنه نوع من أدوات التدريس المساندة والتي تقدم ملخصا عن طريقة التدريس والوسائل التي تساهم في مساعدة المعلم على تطبيقها، ويعرف أيضا بأنه خلاصة مبسطة تشمل توضيحا لكافة العناصر المستخدمة في التدريس، من السبورة العادية إلى السبورة الإلكترونية إلى أدوات الكتابة، الكتاب المدرسي أو أي عنصر آخر يساهم في تأدية المهام الرئيسة للتدريس بنجاح. يقولون أيضا أن نموذج التدريس هو خطة دراسية تستهدف وتستخدم لوضع تصميم ما يساعد على توجيه سلوك المعلم ضمن بيئة التدريس في الصف أو أثناء تطبيق النشاطات العملية. يبقى في النهاية خطة دراسية، أمر توجيهي، أداة من أدوات التدريس المساندة والمساعدة. في النهاية نستطيع أن نوجز أنه لنماذج التدريس التي يقول البعض أنها خطة دراسية تستخدم لوضع تصميم معين هدفه توجيه سلوك المعلم ضمن بيئة التدريس في الصف أو أثناء النشاطات العملية حتى يحقق المطلوب منه، ولهذا يقال عنها نماذج تدريسية. النموذج التدريسي له أهمية أحبائي الكرام. أولاً، يبني بيئة تدريسية مميزة تحتوي على كافة العناصر التي تساهم في تطوير التدريس. بيئة التدريس بيخلي المدرس أو المعلم قادر على فهم الوظائف والمهام المطلوبة منه بشكل صحيح ضمن بيئة التدريس. بيساعد على الاستفادة من كافة المحتويات المؤثرة في نظام التعليم. بيقدم الدعم للمعلمين في اختيار نموذج التدريس المناسب للبدء بتطبيقه ضمن المادة الدراسية. طيب، أنا لو جبت المعلمين اليوم وسألت معلم يعني إيه نموذج تدريسي؟ هيقول لي معرفش. ما الفرق بين نموذج التدريس وطريقة التدريس؟ ما الفرق بين النموذج التدريسي وأسلوب التدريس؟ ما يعرفش. وبينه وبينكو، إذا سألنا هذه الأسئلة أصلا في ضوء الواقع الموجود يقول لك إيه اللي أنت بتسأله ده؟ وأنا مالي، أنا يهمني الشغل، يهمني المتعلم هيفهم. يا جماعة ده شيء رائع وجميل أن تمارس المطلوب منك بشكل فطري وأنت لديك هذه الطاقة، ولكن العلم مهم إن أنا أعرف إن لدي ما يسمى بنماذج التدريس، ولهذا إذا أنا جهلت هذه النماذج كيف أؤدي دوري بشكل مقصود، وكيف أؤدي الخطط والاستراتيجيات المنوط بي تنفيذها، وكيف أختار طريقة التدريس المناسبة التي تتفق وطبيعة المتعلمين. لهذا أحبائي الكرام، ضمن أنواع نماذج التدريس ما يسمى بنموذج التدريس ذو المعنى. ايه بقى نموذج التدريس ذو المعنى؟ انا هنستعرض نموذجين ونختم هذه المداخلة. نموذج التدريس ذو المعنى والنموذج الذي يرتبط او الذي يربط بين المعرفة السابقة عند المتعلم، الولد درس ايه في الرياضيات، درس ايه في اللغة العربية، درس ايه في الاجتماعيات، درس ايه في العلوم، ايه خلفياته المسبقة، ثم المفاهيم الجديدة التي يدرسونها من خلال المادة الدراسية. يعني شوف هو عنده ايه قبل كده سابق كخبرة تعليمية أو كخبرة ثقافية أو حاجات درسها قبل كده، وبين المادة الجديدة. يساهم ذلك في مساعدتهم على فهم العديد من معاني تلك المفاهيم الجديدة. ولهذا نظرية التعليم ذو المعنى من النظريات التي ساهمت في التأكيد على هذا النموذج التدريسي اللي سمي بالتدريس ذو المعنى. ولهذا تم تصميمه، هذا النموذج في التدريس اعتمد على مجموعة من المعايير. ايه بقى المعيار الاول؟ ما يسمى بالمعيار المعنى المنطقي، الحرص على توضيح كافة المعاني الموجودة في المادة الدراسية من خلال الاعتماد على طرق دراسية منطقية ومناسبة للطلاب.
يبقى المعنى المنطقي هو أول المعايير التي يجب أن يتم العمل عليها عند اعتماد هذا النموذج، توضيح المعاني الموجودة في المادة الدراسية. معيار المعنى النفسي، ويعتمد على البناء المعرفي للطلاب من خلال الاعتماد على دراسة حالتهم النفسية وطبيعة تقبلهم للنموذج المطبق في التدريس. محاولة الاستمرار في تطويره أو استبداله في حال عدم نجاحه بتحقيق النتائج المطلوبة بشكل صحيح. فإذا أنا عندي معيارين، معيار المعنى المنطقي إن أنا أطمئن إن المعاني الموجودة في المادة تم إيصالها على لأذهان التلاميذ بشكل منطقي ومناسب لمستوياته. المعيار النفسي، وده يعتمد على البناء المعرفي ليهم من خلال الاعتماد على دراسة الحالة النفسية وطبيعة تقبل التلاميذ للنموذج المطبق في التدريس، وأحاول أطور واستبدل في حال عدم نجاحي في تحقيق النتائج المطلوبة بشكل صحيح. ده النموذج الأولاني، هو نموذج التعلم ذو المعنى. النموذج الثاني اسمه النموذج التدريس الاستقرائي. نموذج التدريس الاستقرائي أحبائي الكرام يعتمد على فكرة الدمج بين التدريس المدرسي وما يسمى بالدراسة الذاتية عند الطلاب. يعني أنا بدرس في مدرسة وأكلف الطلبة إنها تدرس وتقرأ. ترتبط الدراسة الذاتية بالقراءة التي تعتمد على التحليل والاستنتاج الذاتي للأفكار والمعلومات الواردة في الكتاب المدرسي، ثم طرحها على المعلم من أجل الحصول على توجيهه. يعني أنا أقرأ وأطرح على المدرس بتاعي وأخليه يصحح لي ويستنتج استنتاجات استقرائية ويصحح وأشوف الاستنتاجات الخطأ وأستبدلها بمعلومات صحيحة. و هيلدا تابا، ودي من المشاهير في هذا الأمر، هي التي ساهمت في تأسيس نموذج الاستقرائي. هذا النموذج الاستقرائي في التدريس اعتمدت من خلاله هيلدا تابا على مجموعة معايير واضحة للغاية. المعيار الأول أحبائي الكرام هو الاعتماد على الاستفادة من مجموعة الوسائل التي تطبق التدريس الاستقرائي. تطبيق فكرة القراءة الصامتة، إن الطالب أو الطفل يقرأ قراءة صامتة للدرس قبل بدء المعلم بشرحه، يعني أديله الكتاب يقرأ قراءة صامتة. طيب، تفسير البيانات أو الأفكار التي سيتم طرحها في الدرس بعد قراءتها قراءة واضحة من قبل المدرس، ثم توزيع أدوار القراءة على الطلاب. يبقى بيقرأوا قراءة صامتة وبعدين أبدأ أفسر البيانات والأفكار اللي بيتم طرحها في الدرس بعد قراءتها بشكل واضح من قبل المعلم، ويوزع الأدوار على الطلاب. الاستعانة بوسائل تعليمية ووسائل تدريس إضافية قد تساهم في تطبيق نموذج التدريس الاستقرائي. يجيب الكتب الإلكترونية، يجيب المواقع، يجيب كذا. المهم في النهاية الهدف من هذا النموذج أحبائي الكرام هو أن يدمج المعلم، أو يتم الدمج بين التدريس المدرسي والدراسة الذاتية عند الطلاب، وكما قلنا ضمن أدواتها القراءة الصامتة ثم استنتاج الأفكار وتصحيحها وتصويبها، فيها إعمال للفكر. هذا النموذج مهم يمكن أن يطبق من خلال مقررات أو مواد دراسية مختلفة. السؤال الهام جدا الذي أريد أن أختم به مداخلتي تلك، ما بين تعريف ما نسميه بالنموذج الاستقرائي والنموذج ذو المعنى تحت مظلة نماذج التدريس، ما بين تعريف هذا وذاك والوقوف على هذه النماذج. أنا بسأل هذا السؤال لنفسي وأسأله لحضراتكم. ترى هل لدى المعلمين في مراحلنا التعليمية، سواء في الجامعة، في كليات كثيرة، أو في التعليم العام بدرجاته، هل لديهم الوعي بمثل هذه المفردات؟ وإن وجد الوعي، كيف يمكن أن نطبق ذلك في بيئة فقدت فلسفتها، وفقدت جزء كبير جدا من إطارها القيمي، وفقدت المدرسة كوادرها، ولم يعد هناك نمط تدريبي حقيقي يؤهل الناس لإعمال العقل وإعادة القراءة الحقيقية، وتحول تعليمنا إلى تعليم منزلي، وتحول الأبناء في الشوارع إلى رايح جاي كزي أتوبيسات النقل العام، رايح الدرس جاي من الدرس، رايح الدرس جاي من السنتر، رايح السنتر إلى آخره. كيف يمكن لنا أحباء الكرام أن نتحدث عن نماذج التدريس
ونحن الآن في حالة غاب فيها التلاميذ عن التواجد داخل مدارسهم، وغاب فيها المعلم عن أن يكون موجود في المشهد التربوي الحقيقي الأخلاقي الداعم المؤسس الذي يعلي من شأن هذا المعلم إعلاءً على المستوى النفسي وعلى المستوى الذهني وعلى المستوى المادي، ليضعه على قائمة وعلى مصاف من يساهم في بناء الأفكار، ومن يرب الانتماء لدى الوطن، ومن يساهم في رفع العلم، ومن يساهم في أن يكون النموذج نموذج حضاري لهذه الأمة ولهذا الوطن. كيف يمكن لنا أن نعيد المعلم إلى مكانته؟ هذه رحلة طويلة تحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى إدارة ادعت أنها تدير العملية التعليمية، ولكنها غابت بفعل فاعل عن تواجدها الحقيقي، فادعى الأبناء أنهم جزء من المدرسة، فغابت المدرسة وغيب الأبناء، ولم يعد للإدارة المدرسية أي سلطة على أولياء الأمور ولا على الأبناء في مراحل وفي شهادات عامة مثل الشهادة الثانوية التي يغيب الأبناء غياب تام عن المؤسسة التعليمية، ويغيب الأبناء غياب تام في المرحلة الإعدادية بالصف الثالث الإعدادي، لا بحكم القانون وإنما بحكم العرف والتقليد الذي أسس له أولياء الأمور وساهم معهم المعلمين ليكون قانونا مفروضا على رقاب الجميع حتى وإن كان على متخذ القرار في الوزارة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد التعليم إلى مكانته، وأن تعود المنظومة إلى كيانها وإلى مكانتها مرة أخرى، حتى عندما نتحدث عن نماذج التدريس نجد من يستمع إلينا ويجد من يطبق، ونجد من يسعى جاهدا إلى تفعيل المنظومة حبا لهذا الوطن وحبا لتلك الأمة. ألتقي بكم على خير في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.